شخص آخر، هناك كثيرين من كتبه، لكن كاين أيضا كتاب آخر لسلفي، وهو هذا هو المختصر تاعه، وهو حاكم المطيري مشرد الآن خارج بلاده، هو كويتي، وهذا الكتاب يسمى الحرية والطوفان. سلفي يتحدث عن الحرية، وكتب هذا الكتاب قبل 15 سنة أو يزيد، وقال فيه أن إذا هذه الحكومات وهؤلاء الحكام العرب إذا لم يعطوا الحرية لشعوبهم فشعوبهم ستثور، وسيكون هناك طوفان ما بين الثورة وما بين العصيان وما بين انهيار البلدان، وكانت توقعه كان صحيح. هذو اثنين فقط لمن أراد أن يزيد في هذا الموضوع. باش نرجع للوزير حاكم المطيري، قيادي بجماعة الإخوان ومن أبرز ممولي التنظيمات الإرهابية في سوريا، وتحديدا جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة. تمويل حاكم للمتطرفين في سوريا أكده اعتراف حجاج العجمي المدرج على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية لممولي الإرهاب في العراق وسوريا. فدكتور حاكم دوره أولا الذي لا يعلم كثير من الناس حقوق كتبة 300,000 دولار كلها قدمها للسوريين في سبيل الله سلم إياها. الأمر الثاني دور دكتور حاكم الفكري على تقريبا جميع الكتائب. لعب حاكم ايضا دورا خطيرا في التحريض على دول الخليج مع استثناء مموليه الموجودين في قطر، وهذه الممارسات التي تمارس تجاه الاخوان المسلمين او تجاه قطر هو موقف تجاه الثورة العربية. وثائق مسربة كشف كشفت العلاقة الخفية بين حاكم المطيري والرئيس التركي أردوغان. في 2013 كان حاكم المطيري في طريقه إلى اسطنبول لعقد مؤتمر يحرض على مصر. كانت العلاقات بين تركيا والدول العربية آنذاك جيدة، فرفضت السلطات التركية دخول حاكم، لكن بعد اتصال من حسن دوغان كبير موظفي مكتب أردوغان سمح لحاكم بدخول البلاد وتنظيم المؤتمر الذي حضره متطرفون مدرجون على قوائم الإرهاب الدولية. حاكم المطيري من أخطر أدوات تركيا وقطر لنشر التطرف في المنطقة. سلفي يتحدث عن الحرية، وكتب هذا الكتاب قبل 15 سنة أو يزيد، وقال فيه أن إذا هذه الحكومات وهؤلاء الحكام العرب إذا لم يعطوا الحرية لشعوبهم فشعوبهم ستثور، وسيكون هناك طوفان ما بين الثورة وما بين العصيان وما بين انهيار البلدان، وكانت توقعه كان صحيح. حين كنت أقول أننا نعيد صياغة المستقبل حتى على المستوى الجغرافي قد كنت صادقا والله العظيم. وقفتنا هذه تعيد إحياء الأمة وتعيد صياغة المستقبل على جميع المستويات حتى على المستوى الجغرافي. أنا بين يدي بيانان، انا حقرا البيان الثاني مختصرا، لكن البيان الاول راس قلم فقط. مؤتمر الامه يقف مع الشعب المصري في الدفاع عن ثورته ضد الانقلاب. مين بقى مؤتمر الامه؟ ساقرا فقط المشاركين في مؤتمر الامه. مؤتمر الامه متشكل من حزب الامه الاسلامي بالسعوديه،
حركة رشاد الجزائر، جبهة تحرير وإنقاذ العراق، حزب الأمة السوري بسوريا، تيار الأمة بالأردن وفلسطين، حزب اتحاد قوى الأمة بالسودان، جبهة الإصلاح تونس، الاتحاد الإسلامي الإريتري بأريتريا، حزب الاتحاد اليمني للإنقاذ باليمن، حزب الأمة الإماراتي، وحزب الأمة الكويتي بإمضاء المنسق العام الدكتور حاكم المطيري. حاكم المطيري. حركة رشاد الجزائر. العام الدكتور حاكم المطيري. حاكم المطيري، وما غايته من هذا التكفير؟ المطيري الذي يدير قناة يوتيوبية يبث عبرها محاضراته في الإسلام السياسي، يعرف عن نفسه أنه الأمين العام. مؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005. اسمه ورد على قائمة الإرهاب للرباعية العربية عام 2017، ويعيش في تركيا تحت حماية الإخوان، حيث يدير شركة عقارية يمتلكها هناك. ثم جاء الأتراك وساد العالم بالخلافة أيضا كنظام سياسي. هذه النظرة التي بدأت للأسف تظهر هنا وهناك حول أن هذه الخلافة كلها ظلام وكلها، هذا لا يقول حتى المستشرقون. ألف المطيري كتاب الحرية أو الطوفان، وكتاب عبيد بلا أغلال، الذي يدعو من خلاله لاسترداد الخلافة الإسلامية وضرورة النفير والجهاد دون طاعة ولي الأمر. وأنا لي رسالة قديمة يعني مشهورة، الإعلام بعدم اشتراط الرأي والإمام في الوقت الذي يتغزل به بالدولة العثمانية ويعتبرها النموذج الأمثل منذ عهد الصحابة، كما يتغنى بسياسة أردوغان الحالية دون أن يشمله بتهمة التكفير الأخيرة، على الرغم من أنه هو الآخر وجه بإغلاق المساجد في تركيا. أن يختزل المشهد على أنه نجاح اقتصادي، وبسبب هذا النجاح الاقتصادي الشعب التركي اختار حزب العدالة والتنمية. لا. إلا أن الشعب التركي يعرف خلفية هذا الحزب وانتمائه، وأنه يحمل هذه الروح التي جعلت الشعب التركي يقف خلفه. يسير المطيري على نهج جماعة الإخوان، فلا يفوت فرصة إلا ويستشهد بكتابات عربيه حسن البنا وسيد قطب، ماضيا في نهجهم التكفيري، داعما الثورات العربية، وطامحا بوحدة الصف ضد من أسماهم الصليبيين. وما العالم الإسلامي بنظره حاليا سوى جاهلية القرن العشرين؟ ولعل كثير من الأخوة هنا لهم مشاركة في الثورة ومن قيادات الثورة، سواء في ليبيا أو في مصر.